النهاردة عندنا عميل مميز جدا، أمير الغناء العربي. أهلا بيك يا فنان. أهلا بيك يا منورنا. أنتوا منورين الدنيا والله، وأنا سعيد إن أنا معاكم النهاردة بجد. إحنا أسعد طبعا. النهاردة الفنان هاني شاكر بيمضي العقد بتاعه عشان يحصل على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار. بنتمنى لك التوفيق. ميرسي، ربنا يخليك ليا. وإن شاء الله نصورك تاني وبعد حصولك على الباسبور إن شاء الله. إحنا أسعد طبعا، بنتمنى لك التوفيق. أثار هذا الفيديو لنقيب المهن الموسيقية المصرية والفنان المعروف هاني شاكر ضجة كبيرة على السوشيال ميديا في 24 ساعة الأخيرة. الفيديو كما شاهدتم هو إعلان مدفوع على ما يبدو لشركة متخصصة بشؤون الهجرة ومعاملاتها الكثير والكثير منها أيضا. طبعا في إحدى خدمات هذه الشركة هي إجراء معاملة ما يعرف بالاستثمار مقابل الجنسية، وهي ببساطة أن تدفع مبلغا معينا من المال كاستثمار في إحدى الدول، وبناء على هذا تحصل على جواز سفر وجنسية وامتيازات كثيرة مثل خيارات التأشيرات وغيرها. ما حدث هنا تحديدا مع الفنان هاني شاكر كان حساسا بعض الشيء، وانقسم الجمهور الذي شاهد هذا الفيديو لقسمين. أحدهم وضح وبين تفاصيل هذه المعاملات التي تجري في عشرات الدول وليس الكاريبية فقط، فدول أوروبا الغربية جميعها على سبيل المثال لديها مثل هذه المعاملات، لكن بالتأكيد مكلفة أكثر. أما القسم الثاني من الجمهور فما رآه كان محاولة لفنان كبير وصاحب منصب نقيب الموسيقيين يقوم بشراء جنسية أخرى غير مصرية، وهو ما يوحي بأنه غير سعيد بالجنسية المصرية، وهو ما عرضه لحملة قوية من الانتقادات على السوشيال ميديا. هاني شاكر قام بالرد على هذه الاتهامات بتصريحات خاصة نشرها للصحافة المصرية، قال فيها بأن الجنسية الجديدة هي للاستثمار والاستجمام في تلك الدول لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة فقط، ولا تعني بأي حال من الأحوال تنازله عن الجنسية المصرية التي قال بأنه يعتز بها، وبأنه لا يجرؤ على التفكير بهذا الموضوع من الأساس على حد تعبيره. لننتقل معكم إلى أبرز التعليقات التي وردت على هذا الفيديو تحديدا. نبدأ من عبد الله الذي كتب هنا: أعتقد المشاهير زي عادل إمام وهاني شاكر بياخدوا تأشيرات بكل سهولة، فهاني شاكر مش محتاج جنسية عشان يقدر يسافر أي بلد، هو أخذها عشان غرضه هو الاستثمار، والجنسية حتسهل عليه حاجات كتير. شاكر كتب هنا: هاني شاكر متصور وهو بيقدم على الجنسية الدومينيكان في البحر الكاريبي، برأيي قرار غلط خاصة لما تبقى نقيب موسيقيين ببلد زي مصر. أيمن كتب هنا في هذا التعليق: البرتغال، فرنسا، أستراليا، أمريكا وبلاد كتير تانية بتقدم نفس الخدمة، المشكلة لو عمل كده الموضوع استثمار فقط مش رايح يتنازل عن جنسيته ولا ما يحزنون. أخيرا تعليق من نادر يقول فيه: لما طلع قرار منع الازدواجية بالجنسية للنواب والوزراء والرؤساء وغيرهم كان في حكمة بالموضوع، والحكمة لازم تتطبق برضو على اللي بيمسكوا مناصب مثل النقباء وغيرهم أيضا.